في وسائل الإعلام وبمكبرات الصوت من قبل قوات الأمن والجيش، عدد كبير من الشبان يتعمدون كسر الحجر الصحي والخروج للشوارع، وفي بعض الأحيان يتعمدون رشق قوات الأمن بالحجارة في حركة غير مفهومة.
البعض الآخر من الشباب يتعمدون الخروج للسرقة ومطاردات مفتوحة في الليلة بين هؤلاء والوحدات الأمنية. ادخل جدار. ماذا دارك؟ ماذا دارك؟ اسمع من المتسكعين يستغلون الحجر الصحي وحظر التجولة للسطوة خاصة على النحاسة من بعض المصانع مستغلين حالة الفراغ. ريتها بالسيول الواحدة اللي خدت عليها مخلوعة. شو هذيك خلعوها؟ هذيك بيضة مخلوعة. شيخ البلية. جيب شيخ النحاس هما. وطوى حبوا يخلعوا هذي. هاي تاخد كالي وين؟ هذيك المشروع البني مغادي هاي هذيك البني القاف موسى يخرج فيها البني فيها عساسة تبعتها ولا احنا ما هذيك ما نجموش نمشوا هذيك شير المغادي وين؟ فما كهرباء هذيك غادي عساسة وبارك اخر هذاك هاي بابا عنده عساسة غادي نسيت تركز معايا بابا اللي باش يسرق مني يتعدى يتعدى مغادي هناك القصور تم عساسة مغادي ولا ما فماش ما يسيرش نكملوا الليلة مع بعضنا ما يسيرش
ما لقيتش واحد ولا توجد غادي نتذكر بالحميده تذكر غريبة. كهل في الأربعينيات يحاول سرقة عيادة أحد الأطباء في إحدى الأحياء الشعبية ويقبض عليه متلبساً. لماذا مثل هكذا تصرفات في هكذا ظرفة؟ هل بلادنا تستحق كل هذا؟ قال لي ياك جيت سارق وأكبيك وعليك وصفتك ونعتك. جيت البارح عندي. أنا جيت البارح قلت له باش نسألك. قال لي أرجع لي غدوة نجاوبك. قلت له باهي فهم. أنت نهار كامل وين يا راك؟ انا كان في وقت طول الوقت هذاك قال سلاي زروس بابا عنده حتى ما واش ما تجي زمره هذا اللي صاير وهذا الواقع وانا نحكي باش يجيش في النهار يعني باش يجيش في النهار ما تفاضيش في النهار باش نجيب انا دخلت طبيب باش عندي زروس باش نحيهم هذا هو عندي زروس مسوسين باش نحيهم هذا هو جيتوا البارح الوقت هذا عاود جيتوا البارح هذا موش دونتيست راه لا لا وريتوا الوقت هذا هذا موش دونتيست راه الوقت هذا انا في بالي هو دونتيست لا جيتوا البارح انت وجيت رجعت له اليوم اي علاش جيت البارح جيت باش نسهل يعني قداش التنحيط علاش دخلت التواليت علاش دخلت التواليت دخلت التواليت خاطر كيف وعلاش جاي في الليل علاش مشيتوش في النهار مرتين في نفس الوقت مشيتش في النهار على خاطر لاهي في النهار لاهي وتو ماكش لاهي حاضر تجاوز ماكش لاهي مرتين بعد فضل الله 8 ونص وتو جيتو 8 ونص بالنسبه لي هو بالنسبه لي هو هذا تبع عام انت توجيه انت تحكي على فمك وهو ما هوش ما هوش ما هوش تنفيذ دوره